روح إلى المريخ. وقائدة مركبة المريخ دخلت الشابة الكندية من أصول مدغشقرية فرح علي باي التاريخ بعد توليها مهمة مركبة ناسا المتجهة نحو المريخ في رحلة استغرقت 7 أشهر بحثا عن أي مؤشرات للحياة. وعبرت فرح عن فخرها بهذه اللحظة قائلة: ستكون هذه المرة الأولى التي نسافر فيها إلى كوكب آخر من خلال المهمة، قد نتمكن من تحديد إن كانت هناك بالفعل حياة على المريخ. إن شاء الله توصلوا بالسلامة، لكن أنا ما أعرف ليش الناس مصرة إنها نفسها تكتشف حياة في المريخ، نحن مبسوطين في الأرض ولا؟ يمكن ما حقول، يقولوا لي تعليقات في اذني بس ما راح اقولها، بس صدق يعني مرتاحين مبسوطين في الارض، عندنا كل شيء الحمد لله، ليش مصرين يبوا يكتشفوا حياه في المريخ؟ لهم 100 سنه وللان ما اكتشفوا اي حياه، استمروا. روح لاخر